تحية طيبة من رشيد، أهلا بكم إلى الساعة الأخيرة ونبدأها من أبرز العناوين. أوضاع إنسانية قاسية في المناطق التي يسيطر عليها داعش. التحالف الدولي عمليات مخمور الوهيد والفلوجة ستتم في وقت واحد. أهلا بكم من جديد. معنا ضيفنا في المحور الأول سيكون الدكتور فاضل الغراوي، عضو مفوضية العليا لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحياتي لك ولكل مشاهدي قناة الرشيد. تعيش المناطق التي يسيطر عليها داعش أوضاعا إنسانية صعبة وقاسية للغاية، لا سيما الفلوجة التي تشهد حصارا مفروضا عليها من قبل القوات الأمنية وتنظيم داعش، بالإضافة إلى الظلم والحيف الذي يتعرضون له على يد عناصر تنظيم. يعني أستاذ، العذر أن عدم وجود هناك صور تعكس الواقع داخل الفلوجة وخصوصا محاصرة، لكن هناك أخبار كثيرة، معاناة مناشدة من قبل العشائر عن المعاناة الإنسانية. هل هناك حلول تلوح في الأفق لهذه المعاناة التي تسيطر على هذه المنطقة؟ نعم، في كل حصار لأي مدينة وخاصة ما تقوم بعصابات داعش الإرهابية في كل المناطق التي مسيطر عليها، سواء في صلاح الدين كانت، في ديالى، في الأنبار، في موضوعة الموصل، كانت تتخذ إجراءات معينة تحاول بها الضغط على السكان المدنيين، وخصوصا بالنسبة لموضوع اتخاذ المدنيين كدروع بشرية. في الفلوجة مثلا اليوم الموضوع يتعقد بشكل أكبر. عندما كانت المشكلة كبيرة في الرمادي، كانت هناك إجراءات تتعلق في الجوانب الأمنية، هناك فتحت أكثر من 8 ممرات، وكانت هناك الممرات تغطى من خلال الجو، وتم إخراج المدنيين إلى هذه الأماكن الآمنة ونقلوا إلى أماكن وممرات آمنة في عملية الفلوجة وكذلك إلى الحبانية. في الفلوجة الآن الوضع الإنساني بدأ يضغط باتجاه السكان المدنيين على وجه الخصوص. الداعش تستخدم المدنيين في هذه المنطقة كدروع بشرية، تحاصر السكان في كل مساحاتها وفي كل حقوقها، وتحاول تسلبهم كل الحقوق الموجودة. في نفس الوقت تتخذهم اليوم كمتاريس حتى على المساحات القريبة لمساحة التماس مع القوات الأمنية، وبالتالي تحاول أن تعرقل بهذا الهدف، تعرقل تقدم القوات الأمنية لعملية تحرير مدينة الفلوجة. وبالتالي الوضع الإنساني وضعا صعبا ومأساويا. هنالك أصبح بعد هذا الحصار الكبير من قبل عصابات داعش ومنعها، طبعا نعم، هناك اكو منع لكل مواطن، لكل عائلة تحاول الخروج راح يكون مصيرها القتل. صحة هذه الاخبار عن وجود حالات اعداب لنساء حاولن الخروج من البيوت بعض نفاذ المؤن الغذائية داخل المنازل؟ لا، هو الموضوع مو الان، في فترات طويلة اكثر من 150 شهيد من كل العوائل والشباب الذين حاولوا الخروج من مدينة الفلوجة، وليس فقط الان، كان نعم، هناك مصيرهم القتل، وكذلك الترويع السكان المدنيين بسبب انه اشاعه الرعب والخوف بينهم حتى يمنعون من الخروج، وبالتالي ايضا صدرت كل اموالهم وممتلكاتهم، بالتالي اشاعت عصابات داعش هذا المساحه وحاولت التاثير على المدنيين، وبالتالي اعطت صوره وحشيه لكل شخص يحاول الخروج من هذه المدينه سيكون مصيره القتل على يد عصابات داعش الارهابيه. هذا الوضع دافع على بقاء العديد من السكان المدنيين في مدينه الفلوجه. بصراحة يجب أن يكون فرز أساسي، نعم، وكذلك القوات الأمنية يجب أن تفرز، القوات الأمنية يجب أن تقول لها الضربة من حديد باتجاه عصابات داعش، كل شخص كان مع داعش، مول داعش، احتضن داعش يجب أن يكون مصيره العقاب، وكذلك الاتجاه بموضوع السلطة القضائية ومحاسبة أمام القانون. لكن يجب أن يكون هناك فرز بالنسبة للفئات الهشة، الفئات الضعيفة، الفئات الخاصة بالمدنيين، الخاصة بالنساء والأطفال والشيوخ والأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم العون والمساعدة الإنسانية. طيب لهم الحل كيف يمكن ننقذ هؤلاء العوائل؟ نعم، بجانب الأول، الجانب الأول الآن الظروف المعيشية للسكان تتعلق في موضوع الانعدام، المواد الغذائية، المواد الصحية، اللقاحات، نعم، الأدوية، مراكز صحية غير متوفرة الآن، حدثت ولادات خارج إطار المؤسسات الصحية ابتداء، لا توجد لحد الآن أدوية خاصة في موضوع كبار السن، نفس الوقت هناك نقص في المياه المعقمة، نقص في حليب الأطفال والكثير من حالات الولادة بالنسبة للأطفال الرضع،
وبالتالي هذا وضع الإنساني معقد. بالتالي الخزين الموجود من هذه المواد نفذ والقسم الآخر بدأ ينفذ بالأيام القادمة. نفس الوقت الموارد الاقتصادية بالنسبة للمواطنين نفذت، وبالتالي يجب أن تكون هناك حلول جديدة بموضوع التعامل مع المدنيين على وجه الخصوص. أما الذهاب إلى تكثيف فتح الممرات، الآن القوات المشتركة طيب فتحت ثلاثة ممرات، لا وجود ممرات آمنة لخروج العوائل، لكن موضوع سيطرة عناصر التنظيم على هذا الأمر عند يعني ملاحظة خروج أي عنصر مدني في الشوارع يكون هناك دائما قتلة، فما فائدة هذه الممرات؟ نأخذ كيفية تفعيلها؟ نأخذ تجربة النجاح الكبيرة جدا في الرمادي على وجه الخصوص. نعم. عندما القوات الأمنية تفاعلت وتعاملت إيجابيا وتعاونت مع السلطات المحلية وكذلك الحشد الأنباري وكذلك القوات التحالف، كان هناك عملية متكاملة بالجوانب الأمنية، فتحت ثمانية ممرات. لكن هذه الممرات بالبداية كان هناك توجيه للسكان للخروج منها، وفي نفس الوقت وهذه الإشارات والدلالة سهلت توجه السكان المدني إلى ممرات متعددة. في نفس الوقت كان هناك حماية كاملة بطلعات جوية مكثفة على هذه الممرات، سواء من قبل القوات الجوية من قبل قوات التحالف، وسهلت حماية المدنيين. هذا الموضوع يجب أن يحدث الآن في الفلوجة. نعم هناك ثلاثة ممرات، لكن بصراحة القوات الأمنية غير ملتحمة الآن في مساحة التحام الحقيقي الأمني مع عصابات داعش. يجب أن تكون هناك أكثر من ثلاثة ممرات، نفتح ثمانية ممرات ونغطي هذه الممرات من مساحة جوية حتى نعطي للمواطن الفرصة والسهول الحركة بالخروج من هذه الممرات والمحافظة على الحياة ابتداء. بصراحة لن تستطيع القوات الأمنية المبادرة إلى عملية اقتحام الفلوجة إلا بعدما تستطيع عملية فرز المدنيين وكذلك تسهيل إخراجهم، وفي نفس الوقت التعامل مع العبوات الناسفة والمفخخات والطرق اللي تم تفخيخها من قبل عصابات داعش الإرهابية وتأمينها بكل الممرات. هذا بجانب الأول. في جانب الإنساني الأكبر، إذا لم نستطع في هذه الفترة القصيرة جداً أن نقدم دعماً أمنياً كاملاً لتطلب هذه الملفات باعتبار معركة فتحت. نعم. هناك معركة في هيت، هناك معركة في الموصل، هناك معركة ما زالت في الصحراء. بالتالي أعتقد الكثير من الجهد الأمني يحتاج إلى قضية الفلوجة على وجه الخصوص. لكن اليوم الفلوجة موقع الاستراتيجي، موقع مهم، موقع يقع على الطريق الدولي الرابط، موقع قريب إلى طيب بغداد. هو كما وجه انتقاد أن هناك بدأت عمليات تحرير في الموصل وأجلت الفلوجة رغم المعاناة التي يعيشها العوائل هناك، وموقعها الجغرافي القريب من بغداد يعني يحتم أن تكون هي ذات الأولوية. أنا لا أعتقد، يعني باعتباري مراقب، لا أعتقد هناك تأجيل في الخطة الأمنية لكل مساحات اللي تواجد فيها عملية التحرير. نعم. الأشكالية تتعلق في الفلوجة ومثل ما كانت في الرمادي تتعلق في وجود مدنيين، وبالتالي القوات الأمنية تتخذ كافة الإجراءات الكبيرة للحفاظ على المدنيين بجانبين. ولهذا تحدثنا أن نقوم بإجراء آخر في الجانب البعد الإنساني، أن يفتح ممر إنساني جوي عاجل وتقدم مساعدات إنسانية عن طريق الجو تقدم إلى المدنيين المحاصرين في هذه المدينة، أو بخلال هذه الممرات يتم إيصال المساعدات الغذائية للمدنيين في هذا. تعتقد التهديدات الأخيرة بشأن المساعدات الإنسانية والمؤونة الغذائية التي أطلقها عليه مكبرات الصوت داعش كما لوح عليه في وسائل الإعلام بأنه سيتم حقها في حال رميها على المدنيين، هل ممكن أن تعكس إيجابيا أو سلبيا على من ينوي أن يقدم هذه المساعدات الإنسانية؟ الذي يقدم المساعدات الإنسانية لديه خطة كبيرة جدا. نعم. ويعرف كثافة السكان أين تكون، وبالتالي لديه فرز واضح وصريح بين القوات الحاملة للسلاح التي تقاتل عن القوات الأمنية من عصابات داعش الإرهابية وبين المدنيين المسالمين الموجودين في أماكن معينة. طيب. وبالتالي هذه التجربة كانت موجودة في سنجار وتم تقديم مساعدات عن طريق الجو، وقدمت مساعدات أيضا عن طريق الجو للرمادي على وجه الخصوص. وبالتالي أعتقد هذا الموضوع عصابات داعش تحتاج أن تروع السكان وتروع من يقدم هذه المساعدة للناس بالمدنيين، وتساعد بعملية عدم دعوة القوات الأمنية بالبدء في مساحة التحرير بشكل كامل. نعم. أعتقد الموضوع الآن الموضوع الإنساني يجب أن يأخذ أولوية بجانب الوضع الأمني، يعني الأمن يعني يكون مساوي لموضوعة الجانب الإنساني. طيب. نحقق أمنا ونحافظ على حقائق المدنيين ونحرر ونضرب عصابات داعش في كافة مكامنها، وبنفس الوقت نحقق بعدها إنسانيا للمحافظة على المدنيين وتقديم المساعدات الغذائية الصحية، وبنفس الوقت يجب أن نكون لدينا رؤية جديدة حتى نحقق الأثر النوعي في موضوع إخراج المدنيين من الممرات. يجب أن يتم استقبالهم
وتقديم المساعدات الأولية ونقلهم إلى أماكن أيضا آمنة في الحبانية وفي عملية الفلوجة وفي الخالدية، لنحقق أن وجودهم في هذه المعسكرات الآمنة ونسهل إجراءات عودتهم الطوعية إلى مدينة الفلوجة بعد تحريرها. طيب، بعثة اليونامي يعني أبدت قلقها أزاء عمليات الإعدام التي تنفذ بحق المدنيين سواء كان في الفلوجة أو في المناطق التي يتم تحريرها من قبل القوات الأمنية، إلى أي مدى يمكن هذا القلق أن يترجم إلى مساعدة لهؤلاء المدنيين الذين هم يعيشون أوضاع صعبة وخوف من تنظيم داعش؟ خلينا نتحدث بصراحة، قد يكون للمشاهد الكريم عدم معرفة بموضوعة أن الأمم المتحدة تبدي قلقها. هذه إجراءات تتعلق في جوانب في إصدار قرارات الدولية. نعم. القلق هو بداية الشروع إلى قرارات أخرى. عندما يتحدث الأمين العام أن هنالك قلق، هناك إجراء آخر يتعلق في موضوع تشكيل لجنة تقصي. طيب. واللجنة التقصي قد تذهب باتجاه إلى إصدار قرار أممي، وبالتالي عملية القلق لا يتحدث الآخرين كأنما هي كلمة وتطلق جزافة. لا، القلق يعني هنالك إجراءات قد تتخذ في المساحات الدولية لإصدار قرارات أممية وفق المبدأ الموجود. الإعدامات الجماعية التي تقوم بها عصابات داعش الإرهابية تجد الأمم المتحدة والمفوضية كذلك تجدها أنها تصل إلى مصاف جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي هذه جرائم دولية محرمة قانونا. نعم. وبالتالي المفوضية كذلك قدمت تقارير رسمية أن هناك إعدامات جماعية من قبل عصابات داعش المدنيين سواء في الموصل سواء في حديثة سواء في بغدادي في الفلوجة بالرمادي، وكذلك كانت في صلاح الدين، وكذلك كانت في ديالة، وبالتالي عملية القتل الجماعي، وكذلك الإلقاء من المباني الشاهقة، وكذلك قتل النساء والأطفال ودفنهم في مقابر جماعية. هو الهدف الأساسي من هذا أن يشاع الخوف والرعب في كل بين السكان المدنيين، وفي نفس الوقت عدم إعطاء فرصة لأي مدني أن يكون هو معارض لعصابات داعش الإرهابية. داعش اليوم لديها رعب وخوف من أيضا من داخل السكان، قد تكون هناك مساحة معارضة لعصابات داعش الإرهابية. طيب، هناك من لوح أن عملية إبطاء تحرير الفلوجة هو عدم وجود ثورة عشائرية ضد داعش. هل إمكانيات مسخرة لأن تكون هناك قوة لمحاربة داعش في ظل أزمات اقتصادية وغذائية وطبية؟ سيدتي الكريمة، نتحدث بصراحة كاملة. اليوم احنا يهمنا في هذا الوضع جانب إنساني وحماية مدنيين، مهما تكون المدنيين من أي طائفة، من أي قومية، من أي عرق، من أي ديانة. نعم. الدم العراقي دم واحد، وبالتالي المساحة السياسية يجب أن لا تتدخل في البعد الإنساني. عندنا عملية تحرير، كل القوات تشارك في عملية التحرير. تعتقد هو داخل الجهات هم اللعب على موضوع الإنسانية، هو موضوع إنساني بحت، لكن هناك من يلعب على هذا الموضوع بوجود إرادات دولية، غض البصر من قبل الحكومة العراقية عن الإسراع بتحرير هذه المناطق، كذلك بعض التصريحات الدولية. الأمين العام للأمم المتحدة أشار إلى لو طلبت الحكومة العراقية نقدم المساعدات. كل هذه، إلى هل هناك أهداف مخفية وراء هذه التصريحات؟ أنا أعتقد هي إدخال عقدة التحرير الأمني في المساحات السياسية تعقد المشهد أكبر. نعم. اليوم احنا عندنا قوات أمنية من كل المستويات، عندنا حشد الشعبي، وعندنا قوات أمنية جهاز مكافحة الإرهاب، عندنا قوات جوية، عندنا قوات تحالف، عندنا حشد شعبي أنباري. نعم. وبالتالي هذه المؤسسات الأمنية يجب أن تكون تعمل مع بعض، لا نستثني أي مؤسسة في عملية التحرير، لأن هناك لا يوجد أي تحفظ في موضوع التحرير. الكل متفق أن عصابات داعش الإرهابية هو العدل الأول، وبالتالي مساحات الوطن يجب أن تتكاتف في عملية التحرير، ولا نعطي الفرصة لأي أجندة ولأي مساحة سياسية التدخل في الشأن الداخلي العراقي. بالتالي يجب أن نحافظ على حياة المدنيين، وبنفس الوقت نضرب بقوة بكل مستويات الأمن، بكل مساحاتنا، بكل أنواعنا، بكل مسمياتنا، نقوم بعملية التحرير الكاملة ونحرر هذه الأماكن، ونوقف النزف اليومي للدماء العراقية، وكذلك نبدأ بعملية التحرير الكبيرة في مدينة الموصل ومحافظة أنبار علي بالخصوص الآن، وبالتالي نحقق هذا الموضوع. أما اليوم تبقى الفلوجة وقد يبقى هيد والبغدادي هو تحت إرادات خارجية تساهم في تأجيج الوضع الإنساني وتأجيج الوضع، هذا ليس من المنطق والحقيقة. يجب أن نعطي الفرصة الكاملة لعدم التدخل في المشهد الأمني والمشهد الإنساني، ونعطي المساحات الأمنية. لماذا لا يكون هناك مثلا كما ذكرت المساعدات الإنسانية أو الغذائية إلى هذه المنطقة؟
خصوصا أن الموضوع خرج عن إطار السيطرة بالنسبة لهؤلاء العوائل الذين نفذت لهم أو نفذت من عندهم المؤن الغذائية؟ لماذا لا تفعل هذا الأمر؟ لماذا تحت دراسة وهناك يعني ناس يموتون جوعا؟ وبالتالي لأكثر فترة أكثر من شهر. نعم. المفوضية أدركت بخطورة الوضع الإنساني، ومن اليوم البارحة كنا أصدرنا بيان. نعم. بالنسبة للوضع الإنساني أيضا في الموصل، وأعطينا هناك تحصل وننذر بكارثة إنسانية مستقبلية، وبالتالي الحكومة يجب أن تتخذ إجراءات كفيلة أيضا بالتعامل مع موضوع تستعد إلى موضوع الموصل على وجه الخصوص من ناحية البعد الإنساني، موضوع استقبال النازحين، موضوعة المستلزمات الأساسية بالغذاء بالدواء كذا بالفلوجة. يعني أنتم أشرتوا. نعم. في بيان إلى الفلوجة في أيضا. لا بالفلوجة من قبل أكثر شهر. من شهر. نعم. قلنا يجب أن يكون هنالك تعاملا إنسانيا بالنسبة للمدنيين، وقلنا يجب أن نفرز مساحات الموجودة الآن داخل الفلوجة، الأشخاص الذين عملوا مع داعش وكذلك اللي احتضنوا داعش وقاموا بدعم داعش وقاتلوا مع داعش يجب أن يكون مصيرهم القضاء، أما المدنيين يجب أن نحدث إجراءات إنسانية كبيرة. تعتقد لماذا لم تأخذ تقاريركم أو تنبؤكم على محمل الجد من قبل أعتقد هنالك عدم فهم حقيقي للموضوع الإنساني، أنه يجب أن يأتي في مساحة الموضوع الأمني في نفس الوقت، وبالتالي كان يجب أن تكرس النقلة النوعية في التعامل الإيجابي مع المدنيين في الرمادي أن تكرس في فلوجة أيضا. نعم. ويجب أن نكرسها في هيد ونكرسها أيضا في البغداد وفي الموصل، وبالتالي لو أنشأنا الجسر الجوي العاجل الآن وقدمنا هذه المساعدات راح نساعد كثيرا في موضوع تهيئة المدنيين أيضا وأخراجهم والمحافظة على حياتهم، باعتبار اليوم الفئات البسيطة جدا ما زالت داخل الفلوجة، وبالتالي نسهل إخراجهم ونقدم المساعدات الإنسانية الكاملة بكل مستوياتها الصحية الغذائية العلاجات الخيام الإيواء بكل تفاصيل الإنسانية، وبالتالي أيضا يجب أن يكون هناك نقلة واستجابة سريعة من الحكومة والقوات الأمنية أن تأخذ للمشهد الإنساني مساحة كبيرة جدا، لأن بصراحة التحرير لن تكون له في كل مساحة من مساحة الأرض العراقية لن تكون له أهمية إذا كان هناك فقد كبير بالنسبة للمدنيين، وقد يكون المدنيين هم يتحملون المعاناة الإنسانية، وقد يتحول هذا الموضوع من حالة وقتية إلى حالة كارثة إنسانية وقد نشهد وفيات كبيرة، وبالتالي يجب أن يفكر اليوم القوات الأمنية وكذلك السيد القائد العام للقوات المسلحة أن تكون له نقلة نوعية بالتعامل الإيجابي بين قوات التحالف وبين القوات الأمنية بكل مسمياتها، وكذلك التعامل مع الوكالات الدولية الأمم المتحدة. نعم. الوكالات العاملة بالعراق في موضوع تقديم المساعدات، لنأخذ مثلا قضية حديثة وقضية البغدادي، من أوصل المساعدات الإنسانية وكانت حديثة والبغدادي محاصر من كل جوانبه؟ نعم. القوات الأمنية قدمت، منظمات المجتمع المدني، الدور الكبير كان للمرجعية قدمت. طيب العديد من المساعدات. الأوضاع الآن في الفلوجة محاصرة والمشهد يقف عند هذا الحد، وبالتالي يجب أن نأخذ هذه الخطوة هي مع موضوعة الغطاء الجوي وكذلك الممر الجوي العاجل. نعم. بإيصال المساعدات جوا، وهذه الممرات الثلاث نسهل تأمينها ونقدم المساعدات الغذائية للمواطنين من خلال هذه الممرات وسهولة إيصالها لهم، وبالتالي نحقق جانبين، نحافظ على أرواح المدنيين وكذلك نعطي فرصة إيجابية لإمكانية إخراج المدنيين من هذه الأماكن وكذلك بدء بعمل التحرير الشاملة. طيب برأيك المحاربة داعش على أكثر من على كافة الأصعدة أو المناطق التي يسيطر عليها إلى أي مدى يمكن أن ينعكس على الأوضاع الإنسانية ويصعب موضوع معالجة ما يحتاجه من الذين يستخدمون كدروعا بشرية من قبل التنظيم؟ كل مساحات اللي فيها أماكن قتال دائما يكون الضرر الأكبر يقع على المدنيين. نعم. وبالتالي دائما المعاناة. يعني لأي مدى يصعب عملكم كأنتم متابعين على أكثر من جهة؟ يصعب بكل جهة. اليوم مثلا لو أردنا اليوم نرسل فريقا لتقصي الحقائق للوصول إلى فلوجة ومعرفة مثلا ما هي احتياجات المدنيين في هذا المكان، من الصعب جدا أن تصل، ومن الصعب تصل إلى حتى على حقيقة المعلومات والبلاغات. اليوم الناشطين والمنظمات صعبة الوصول إلى أماكن التي تشهد قتال وتماس مباشر مع العصابات داعش، في نفس الوقت عصابات داعش هي تمنع هذا الموضوع، لا تريد أن تعطي صورة عن وحشية جرائمها وماذا تقوم به ضد أبناء الشعب العراقي داخل هذه المدن، بالتالي اليوم قد الموضوع الوجود المدني في هذه المناطق يصعب المنشد كبير جدا. نعم. سواء أمنيا سواء إنسانيا، وبالتالي يجب أن تكون هناك احترازات كبيرة جدا لعملية التحرير، وخاصة الموضوعات اليوم حتى إذا تتذكري
في المستقبل القريب جدا ديالي كان هناك تأخر في موضوع اقتحامها وكذلك تحريرها، كان وجود مدنيين كثر، صلاح الدين كذلك، لكن لم تنفذ المؤن مثل ما يحصل الآن باعتبار أن الفلوجة لأكثر من سنتين، وبالتالي كانت هذه مساحتها الجغرافية مساحة محاصرة، وبعد الخزين ينفذ، وكثير من الفئات عندما كان هناك فرصة للخروج من المدينة لم يخرجوا باعتبار أنه وضعهم الإنساني وكذلك المعيشي من الفئات الفقيرة، وبالتالي وجد المدنيين مكانهم محاصر، وعصابات داعش استثمرت وجودهم كدروع بشرية، وبالتالي المساحات الإنسانية نفذت بكل تفاصيل. طيب نتكلم على أنتم كمفوضية لحقوق الإنسان، نشدتم وأعطيتم صورة كاملة للجهات العراقية حول نفاذ المؤن قبل شهر في منطقة الفلوجة، هل لديكم اليوم نية لأن تكون هنالك المنظمات الدولية أو المنظمات الإنسانية الدولية أن تتدخل في الأمر، خصوصا طيران التحالف الدولي يمكن أن يسيطر على المشهد من خلال الأقمار الصناعية وتحديد الأماكن التي يمكن أن تقديم المساعدة إليها جويا، هل هذا موضوع في يعني نصب عيونكم في الخطوات المقبلة؟ سيدتي الكريمة، المفوضية قدمت تقارير رسمية للجهات الوطنية والجهات الدولية عما يحدث في مساحة العراق. طيب الوطنية وفي نفس الوطنية وفي نفس الوقت إذا سمحتي لي في نفس الوقت ما يحصل في الفلوجة الآن وحتى في الموصل. وقدمنا رسائل رسمية للسيد الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس الاتحاد الأوروبي وإلى المؤسسات العربية في جامعة الدول العربية، وكذلك طالبنا بجهد كبير جدا بالمحيط الإقليمي والدولي أن يقدم سندا إنسانيا كبيرا للشعب العراقي في مساحة التعامل مع الوضع الإنساني المعقد في المناطق اللي موجود الآن بها عصابات داعش أو المناطق اللي تم تحريرها. وفي نفس الوقت أيضا اتخذنا إجراءات تتعلق في موضوع أيضا إقامة مؤتمر المانحين باعتبار اليوم الكثير من النازحين ما زالوا يعانون، وعملية التفكير الجدي بموضوع إعادة العودة الطوعية للنازحين في هذه الأماكن تحتاج يوم أموال وتحتاج بنية تحتية وكذلك إمكانية تأهيل هذه المناطق حتى نسهل إجراءات العودة الطوعية. وبالتالي المفوضية قدمت هذه التقارير، لكن بصراحة لحد الآن لم نجد استجابة حقيقية على أرض الواقع. الكلمات من الممكن أن تصدر تقارير رسمية من الأمم المتحدة والوكالات الدولية، لكن المشهد الإنساني مشهد معقد، يجب أن تكون هناك مشاريع إنسانية كبيرة، وكذلك التحالف الدولي أمام مسؤولية إنسانية كبيرة أن يتعامل اليوم برؤية واحدة لكل أبناء الشعب العراقي. عندما تحدث القضية في سنجار أن يقدم دعما إنسانيا، عندما تحدث في تل عفر يقدم دعما إنسانيا، عندما تكون استهداف المسيحيين يقدم دعما إنسانيا، يجب أن نبعد عملية التمييز الذي يتعلق بالطائفة والدين والعرق والسياسة. طيب هناك نذكر يعني السنجار لم تتخيل أيام وحلت المشكلة وكانت هناك رمي الإنسانية، وهو ما يجعل اليوم هنالك تساؤلات، يفتح باب من التساؤلات لماذا عدم الاهتمام بشكل كبير في المناطق إن كانت في الموصل أو حتى في الفلوجة. ولهذا تحدث أن هناك يجب أن يكون فرز إيجابي في موضوع التعامل مع البعد الإنساني، لأن اليوم إذا أخذنا في النظر القريب ما حصل في تازة مثلا، تازة استهدفت بالأسلحة الكيميائية وكان هناك شهداء وجرحى، نتحدث عن منطقة ملوثة، لكن لم نشهد مشهدا دوليا يتعامل مع هذه الجريمة الدولية بواقعها الإنساني الكبير. الآن هذا الموضوع يتكرر في الفلوجة وقد يتكرر أيضا في الموصل وقد تكرر في الرمادي، لكن اليوم المشهد الدولي بصراحة مشهدا غير إيجابي باتجاه البعد الإنساني في داخل العراق، وبالتالي هذا يعطي المسؤولية أكبر على الجهة الرسمية في العراق وعلى الحكومة على وزارة الخارجية أن تكثف جهودها الدبلوماسية تجاه المجتمع الدولي ونقل معاناة الشعب العراقي إلى هذه المستويات، وتكثيف جهودها في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان في جنيف. وطالبنا في القريب العاجل برسالة وجهت الأمين العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولي خاص في موضوعة العراق، وكذلك عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان في جنيف لموضوع مناقشة الأوضاع الإنسانية داخل العراق، وفي نفس الوقت إصدار قرار أممي لاعتبار ما قامت به عصابات داعش إرهابية جرائم دولية، وإحالة هذا الملف الآن إلى المحكمة الجنائية الدولية. عصابات داعش ارتكبت في العراق جرائم دولية تصل إلى مصاف جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الإنسانية وجرائم الحرب، وبالتالي يجب أن المجتمع الدولي أن يحيل هذه المؤسسات أو العصابات إلى المحكمة الجنائية الدولية. أما بقاء المجتمع الدولي متفرج على شعب يذبح وعلى دماء تهدر باليوم بالآلاف في كل المعاناة الإنسانية، أعتقد أنه هناك علامات تعجب كبيرة على الموقف الدولي، وبالتالي يجب أن نقوم إحنا كحكومة كمؤسسات بالضغط تجاه المجتمع الدولي لأخذ هذه القرارات وقضية تدوين جرائم عصابات داعش في العراق.
طيب هل لديكم أنتم نية في أن يكون هنالك تمثيل ليس برصد التقارير فقط، أو لديكم عمل مع بعض الجهات التي تنوي أن تقديم المساعدات سواء عن طريق القوات الأمنية أو إيجاد حل لموضوع الأزمات التي يمكن تمر بها المناطق التي يسيطر عليها داعش؟ المفوضية تعمل وفق المهام الموكلة لها داخل قانونها، وبالتالي هنالك في آليات استلام البلاغات والمعلومات والتفاصيل أخرى تتعلق في موضوع الشكاوي، وبالتالي البعد الإنساني أحد أهم الأهداف اللي تسعى المفوضية للعمل به، وترسل لجان لتقصي الحرائق لمعرفة أولويات السكان وكذلك المدنيين، ماذا تحتاج هذه المساحات من ناحية البعد الإنساني، ونقدم هذه الأولويات إلى الجهات المعنية في الحكومة وإلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة وكالة المعنية، ونقول اليوم أن الفلوجة تحتاج مثلا اليوم بعدا في الجانب الإنساني، اليوم الموصل تحتاج بعدا في الجانب الإنساني، وبالتالي هذه التقارير قد تقدم رؤية واضحة وشاملة إلى الجانب الحكومي والجانب الدولي بإمكانية التعامل إيجابا وفق مساحات عاجلة، باعتبار أن موضوع الإغاثة موضوع لا يتعلق في موضوع مساحات طويلة من الزمن، الإغاثة يجب أن يكون هناك تعامل وقتي وزمني، لأن اليوم كل يوم يتأخر من الممكن أن يحدث وفاة من فئة الأطفال وكبار السن، وفقد أي طفل اليوم قد تتحمل مسؤولية اليوم كل الجهات المعنية التي لا تتعامل مع البعد الإنساني سواء وفق احتياجاته وسواء وفقا أولوياته، وبالتالي أعتقد المسؤولية متكاملة بين الحكومة والمجهود الدولي بالتفاعل إيجابيا مع هذه التقارير. نعم. مع هذه المهام والبلاغات. في نفس الوقت المفوضية حالت أكثر من 4000 شكوى رسمية إلى المدعي العام العراقي وأحيلت إلى محكمة حقوق الإنسان، باعتبار أنه هذه جرائم وصلت إلى جرائم القتل الجماعي والإبادة الجماعية، وطالبنا المدعي العام العراقي أيضا بتحريك هذه الجرائم وعفوا وهذه الشكاوى أمام هذه المحاكم وإصدار قرارات لملاحقة عصابات داعش سواء على المستوى الوطني أو في المحافل الدولية. طيب شكرا جزيلا دكتور فاضل الغراوي عضو مفوضية حقوق الإنسان، كنت ضيفنا في المحور الأول، شكرا جزيلا. أحبتي المشاهدين سنواصل معكم المحور الثاني لكن بعد هذا الفاصل. الآن ستصلك آخر الأخبار العاجلة المحلية العربية والدولية، إضافة إلى البث المباشر للقناة ورؤية جميع برامجنا السياسية والمنوعة والرياضية، وذلك بتحميل تطبيق قناة الرشيد على جهازك الخاص. كن مع الحدث أولاً بأول. الرشيد. من جديد سنبدأ المحور الثاني مع الأستاذ فاضل أبو رغيف الخبير الأمني، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، حياك الله. في وقت واحد ستنفذ عمليات عسكرية في مدينة الفلوجة وقضاء مخمور وناحية هيد، ستجري وفقا لما كشفه المتحدث باسم التحالف الدولي ستيفن وارن، لنشاهد هذا التقرير. مع بدء العمليات العسكرية في محافظة نينوى تبرز الحاجة إلى ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري، وهذا سيسهل من تشخيص التنظيمات المتطرفة وسيعجل من حسم المعركة وتحرير الأرض. لكل معركة خصوصيتها ولكل معركة استحضاراتها، أو تبدأ من المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف على أرض العمليات، ومن ثم الانطلاق بجهوزية كاملة لتحقيق النصر ولتحقيق الغايات التي يراد تحقيقها من خلال هذه المعركة. لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تحدث معركة أو يحدث تحرير بدون إشراك فصائل الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الإسلامية، وكانت سابقا الدعوات كما في معارك تحرير الأنبار بأن لا تشترك فصائل الحشد الشعبي ولا تشترك فصائل المقاومة الإسلامية، ولكن وجدنا بأن هنالك صعوبة بالغة في تحرير هذه المناطق بدون إشراك هذه الفصائل
البطلة والعقائدية، كون أنها أصبحت على دراية تامة وعلى خبرة كبيرة من العمل في ساحات القتال وفي إدارة المعارك بالتنظيمات داعش الإرهابية. وباتجاه يوازي هذه الأحداث، طالب مراقبون من العشائر العراقية في نينوى مساندة القوات الأمنية في حربها على الإرهاب. نحن إن شاء الله نستبشر خيرا، سيكون تحرير الموصل سريع جدا بل أسرع مما يتوقع كل المحللون. الجيش العراقي الآن بدأ يفرض هيبته ويعيد هيبته عفوا ويفرض قوته على الأرض العراقية. نتمنى لجيشنا البطل النصر السريع، وكذلك أميتنا ودعوتنا بل كما ذكرت إلى كل الشرفاء من أبناء الموصل الحبيبة إلى أن يهبوا وأن يلتحقوا بصفوف الجيش العراقي لمساندة من أجل تطهير الأرض العراقية من الدواعش الأنجاس الذين عبثوا ما عبثوا في نينوى وأم ربيعين. كمواطنين أبناء الموصل نحن نعرف عنهم أنهم وطنيين وموالين للعراق بشكل تام، نأمل من عندهم أن تكون هنالك مساهمة لهم مباشرة بتزويد القوات الأمنية بالمعلومات والاتصال بالجهات الأمنية لتسهيل عمليات الدخول والعمليات العسكرية في الموصل. وعلى أي حال فإن العمليات العسكرية وبحسب مصادر رسمية تتسق بالاتجاه الصحيح من خلال التنسيق المشترك بين المنظومة الأمنية والضربات الجوية للتحالف الدولي، وهذا خلق حالة من التناغم وأدى إلى تقدم القطاعات المتجحفلة هناك. تفضل نتكلم عن العمليات العسكرية التي شنت الآن على أكثر من جهة، سواء كان في مخمور أو في هيت التي بدأت العمليات العسكرية. كيفية يمكن أن سيطر على هذه العمليات وماذا يمكن أن انعكاسها على عمليات التحرير؟ شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني حقيقة اليوم القوات الأمنية، القوات المسلحة بكافة صنوفها، إن كانت قوات نخبة أو فرق عسكرية أو شرطة اتحادية أو قوات رد سريع أو حتى الحشد الشعبي المجاهد، كلها الآن تكاد تكون تسيطر على الجبهات سيما في القاطعين الغربي والشمالي من البلاد. اليوم تعدد الجبهات وفتح الثغرات وفتح المزيد من جبهات القتال سواء كانت ضيقة أو واسعة، هذه ستربك داعش وستجعل من قواتنا الأمنية المرابطة تتمكن من عمليات تطهير، ذلك لأن داعش هي ليست قوة نظامية إنما هي قوة تفتقر إلى النظامية وتعتمد أسلوب الكر والفر، لكنها تبرع في حرب المباني المشيدة. وهذه حرب المباني المشيدة كانت تكون قوات النخبة لدينا وقوات الرد السريع قد برعت ومرست وخبرت هذا الأسلوب الذي اعتمدته داعش في الفترة السابقة. لذلك الفترة اللاحقة هي كالتالي: أولا فتح جبهات فيما يتعلق في بعد تطهير منطقة المحمدي وبعد تطهير منطقة الزنقورة وبعد تطهير مناطق البطيبان، هذه المناطق مهمة جدا وتكاد تكون هي مفتاح رقة الحل باتجاه مناطق كويسة التي بالفعل تم تطهيرها تطهيرا كاملا. اليوم قواتنا أيضا دخلت في هذه الأثناء ونحن بهذه الحلقة، دخلت قواتنا عند مشارف منطقة هيت وقامت تحرير معمل الغاز وقامت بتحرير مركز الحي الصناعي وقامت الآن بالتمركز في مركز المدينة، أعتقد أن هي إلا ساعات قليلة وسينجلي نقع المعركة وتستقر قواتنا هناك لتكون بعد ذلك تنظم صفوفها طارة أخرى وتكمل الجانب الغربي من محافظة الأنبار، أقصد به الشريط الغربي المتمثل بمناطق القائم والكرابلة وطريبيل والرطبة وعامة وراوة، هذه المناطق الجيوب التي تكثر فيها داعش. اليوم لدينا محور مهم جدا، قبل نحو أسبوعين من الآن قامت قواتنا أيضا اللي هي قوات الفرقة 15 المتمثلة باللواء 71 و72 واللواء المشاة 91، فضلا عن قيادة عمليات نينوى المتمركز والمؤيد أيضا من قبل قوات الحشد الشعبي العشائري من العشائر العربية السنية الكريمة، هناك عشائر اللهيب، عشائر السبعاوية، عشائر الجبور، عشائر عزة، عشائر عبيد، اليوم هي الأخرى أيضا التحمت مع هذه القوات التي هي بالأصل قد هيئت وجهزت واستحدثت أصلا لتحرير جنوب شرق نينوى. طيب ما لوح إليها يعني
في المتحدث باسم التحالف الدولي في إمكانية أن يكون في وقت واحد خوض هذه الحرب، هل هناك مدلولات من هذا التصريح بأن العمليات العسكرية الآن ستكون بدعم قوي من قبل قوات التحالف الدولي؟ يعني بالمناسبة يعني الخلاف لا يمنع الإنصاف. نعم. يعني قد تكون لدينا مؤاخذات، قد لا نكون راضين كل الرضا عن التحالف الدولي لقود الولايات المتحدة. نعم. وضرباتهم، إنما هي ضربات سلكتيف انتقائية نوعا ما، لكن وللحق أقول استطاعت قوات التحالف من تحقيق ضربات منتجة جدا وكبيرة جدا. لو استعرضتها لديك لك وللمشاهد الكريم منذ شهرين خلا وإلى ساعتنا هذه تكاد تكون ضربات نوعية. يعني مثلا خذي مثلا قوات التحالف استطاعت من ضرب بريتل كبير جدا قام بالدخول من منطقة من سوريا، من حدود سوريا باتجاه منطقة القائم. قام أيضا جهاز المخابرات الوطني، وهذه معلومة يعني حصرية نوعا ما إلى قناتكم الكريمة، من ضرب ضربة جدا مهمة جدا في منطقة المعهد، القسم الداخلي للمعهد الفني بالحويجة، وهو عبارة عن 60 صاروخ ستريلا كان داعش استوردها من أحد دول الجوار، وهذه الصواريخ هي جزء من صواريخ استطاع أن تهريبها وإدخالها خلصة عبر الطرق النيسمية، وتمكن جهاز المخابرات الوطني بمعلومات دقيقة جدا من ضرب هذه الصواريخ وتخليص وإبعاد الخطر عن طائرات نيسيما، الطائرات السمتية الـ-35 والـ-128 وحتى طائرات السيخوي، لأنه ستريلا لديه القدرة على استمكانه حتى للسيخوي. طيب اليوم في وسائل الإعلام كشف بأن القوات الأمنية تستخدم قذائف موجهة عبر الأقمار الصناعية دكت أوكار لداعش. استخدام هذه التقنية إلى أي مدى يمكن أن تفيد اليوم القوات الأمنية في محاربة هذا التنظيم؟ يعني بالمناسبة أولا قواتنا الأمنية تمتلك طائرات يعني طائرات الدرامز إيرغرافت اللي هي ديسكيفري واللي هي فايتر اللي هي المستكشفة واللي هي المقاتلة، التي فيها تحمل صاروخين وتضرب تلقائيا مع تغذيتها بالمعلومة والإحداثيات تضرب، وفيها الطائرات المستكشفة والمستطلعة. هذه الطائرات المستطلعة والمستكشفة لديها القدرة على يعني نظام تحفيزي كامل وكنترول ونظام جيروسكوبي عن بعد، لديها القدرة على توجيه هذه الصواريخ التي تقوم أجهزتنا المسلحة يعني قواتنا المسلحة عفوا تقوم بإطلاقها بعد أن تقوم الأجهزة المخابراتية، جهاز المخابرات الوطني أو الأجهزة الاستخبارية الأخرى برفع معلومات تغذيها إلى هذه الطائرة، ويتم التعشيق مع الساتلايت، ومن بعد ذلك تحكم في هذه الصواريخ التي توجه ليزريا أو توجه حاسبويا فيقوم بضرب أهداف. لذلك الدقة تأتي تفسير عملية الدقة بسبب هاي الآلية اللي جنابك سألت عليها. طيب بالنسبة لي يعني كخبير قانوني وقراءتك للمشهد اليوم، وفق الخطة الموضوعة لاستهداف المناطق التي يسيطر عليها داعش، ما الذي يمكن أن تتخذ الأولوية لعمليات التطهير رغم أن هنالك على أكثر من جهة تعمل القوات الأمنية في محاربة داعش؟ برأيك أي الأولوية يجب أن تأخذ على عين الاعتبار بالنسبة لهذه المناطق؟ يعني أولا الأولوية الأولى لقواتنا الأمنية هي إخراج وتوفير ملاذات آمنة وممرات آمنة لإخراج المدنيين للحؤول دون إصابتهم بفعل العمليات العسكرية اللي تقوم بها قواتنا. فلذلك هذا ما يفسر كلنا نتذكر كيف أن القوات الأمنية ألقت الطائرات القوة الجوية ألقت منشورات تبين مخارج الطرق المؤمنة إلى المواطنين في منطقة الحميرة في الجانب الشرقي، أيضا من هذه المنطقة تم إخراجهم بطريقة جيدة. كذلك اليوم حتى بالفلوجة سمعنا أصوات كثيرة تقول أن الفلوجة من كوبا والفلوجة تعيش مجاعة. أولا الفلوجة ليس ضرب عليها حصار عسكري ولم يضرب عليها حصار مدني، بدليل أن هناك داعش يفرض حصار مدني على قد يكون داعش، لكن البعض يريد أن يجر القضية على أنه قواتنا هي التي تفرض. قواتنا هي مستقبل، هي ريسيفر تستقبل أي من يأتي إليها، تستقبله وتوطنه حتى تسكنه في مواقع عدتها سلفا للنازحين. لذلك أعتقد أنه هناك ملاذات، هناك لدينا ممرات عملية الفلوجة، لدينا ممرات عن طريق القرمة، لدينا ممرات طرق كثيرة وعديدة لدينا. لذلك أعتقد أولية قواتنا الأمنية هو توفير السلامة والأمن إلى العوائل النازحة. ثانيا الدقة في المعلومة، الأجهزة الاستخباراتية، جهاز المخابرات الوطني يرفد على مدار اليوم والساعة
القوة الجوية وقواتنا الأمنية والفرق وقيادة العمليات والفرق المشتركة ترفتها على مدار اليوم الساعة بالمعلومات الدقيقة حتى تكون تصيب الهدف الواقعي على حساب الهدف الوهمي. طيب ما رأيك أو تعليقك على موضوع اليوم هناك من ينتقد عمليات التي بدأت في الموصل باعتبار هناك محطات أخرى يجب أن يتم تحريرها وهي تأخذ الأولوية كهيت وقضاء مخمور وكذلك الفلوجة قبل الفتح جبهة ثانية في الموصل وبدء المعركة؟ يعني أنا أسلفت في صدر البرنامج لأنه تعدد الجبهات يضعف من داعش ويقوي من ملكة وسطوة قواتنا. دعني أوضح لك أكثر وللمشاهد الكريم. أولا الموصل هي لم يتم تحرير الموصل برمتها، إنما تم تحرير جزء من الموصل ويمثل جزء الجنوب الشرقي المتمثل بدءا من منطقة مخمور باتجاه جسر القيارة مرورا بمنطقة كويديلة ومنطقة النصر ومنطقة السلام ومنطقة حميدان و... أنا أتكلم الآن على المبررات أو المبررات. أو هذه التلويحات بما تخدم، هل هي مشرعنة بالنسبة لمن ينتقد اليوم الخطة الأمنية الموجودة أو الموضوع لعملية التحرير على أكثر من جهة؟ يعني أولاً هناك فرقتين قيادتين مسؤولة عن تطهير نينوى. هذه الفرقتين اللي هي الفرقة 15 اللي جواها لواء 71 لواء 72 لواء 91 وقيادة عمليات نينوى، هذه استحدثت بعد احتلال الموصل من داعش. هذه لم تسحب ولم ترشق باقي قيادات يعني هذه لم تسحب لا من عمليات صلاح الدين ولا من عمليات الديالة ولا من عمليات الأنبار، بمعنى ان وجودها واستحداثها لم يؤثر سلبا على موجود وعلى فاعلية وعلى قوة القطاعات وقيادات العمليات المتواجدة والمرابطة في باقي العمليات. يعني اليوم لدينا جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز مكافحة العمليات المشتركة أقصد، جهاز عمليات الإرهاب، جهاز لم يسحب منه إلى تحرير جنوب شرق الموصل نينوى، لذلك لم يؤثر على سير، بدليل أنه هذا اليوم تجري عمليات بالقرب من منطقة تل شعير ومنطقة الملا عبد الله اللي هي ما بعد منطقة كويديرة باتجاه ما بين مخمور وما بين جسر القيارة. هذه تجري عمليات بنفس الوقت تجري عمليات بالفعل. طيب اليوم هناك تم تطهير هيت. لا في هيت يعني قبل المعركة أو وصول المعركة الحاسمة هناك مطالبة بإرسال قوات إضافية للمشاركة في هذه المعركة. يعني اليوم وصلت طلاع قوات الفرقة 16 التحمت مع العمليات الخاصة المشتركة، وأعتقد أنه دليل نجاحها وجدواها أنها استطاعت بالفعل اليوم الدخول إلى هيت، وبالفعل دخلت إلى هيت وها هي الآن تكمل تطهير ما تبقى من هيت، وكذلك الهندسة العسكرية تقوم بتمشيط الدور والكشف والمسح الكامل عن الدور المفخخة وعن الأبنية المفخخة وعن الطرق حتى التي زرعها داعش بكثير من العباد. طبعا داعش كان قد لوح بمعركة هيت على أنها ستكون منازلة كبرى بالنسبة له باعتبار أن داعش وضع كل ثقله في كويسة سابقا فانكسر وفي هيت وانكسر، واعتقد انه الانكسارات ستتوالى وتترى عليه تباعا. طيب بالنسبة للخطط اليوم الموضوع من قبل تنظيم داعش او الآلية التي يستخدمها في حربه ضد القوات الأمنية، ما نسبة ضعفها اليوم لو نتابع العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الأمنية؟ بكم تقدر هذه النسبة عن ما قبل في أثناء الحرب قبل سنة أو 6 أشهر؟ يعني بالمناسبة الآن قواتنا أصبحت تحولت من دور خطوط الصد من دور الدفاع إلى دور الهجوم ودور المباغتة ودور المفاجأة ودور المبادرة. اليوم ما غزي قوم في دارهم إلا ذلوا، فلذلك حقيقة أدركت قواتنا الأمنية مغزى أنها يجب أن تبادئ، يجب أن تباغت، بدليل لدينا مناطق تم تطهيرها بأسلوب المبادئة. يعني منطقة حي التأميم منطقة خطرة جدا كانت، يعني لم يكن أحد يحسب أن منطقة التأميم كانت بحي الضباط الأولى والثاني ومناطق أكثر من 12 منطقة متباعدة الأطراف. لم يكن أحد يحسب أن منطقة حي التأميم ستحرر أو معمل الزجاج سيحرر أو معمل الجص سيحرر أو الطاقة الحرارية ستحرر. لم يكن أحد يعلم أنه بالإمكان أن يقوم يعني أن تطهر منطقة مركز الرمادي بشقيها الجنوب والشرقي، تم تطهيرها بكل أريحية مع استخدام عنصر المفاجأة والمباغتة لجملة اعتبارات وفق المعلومات الاستخبارية الدقيقة وفق المعلومات التي رفعها المواطنون الكرام من أهلنا في الأنبار ممن اشتكوا من داعش وإيوار داعش.
لذلك أعتقد أنه اليوم قواتنا هي التي تملك عنصر هي التي تملك المبادئ، هي التي فيها يد أن تفاجئ وأن تبادر وأن تضرب بدليل ما حصل اليوم من انتصارات على القاطعين سيما في القاطع الغربي وسيما في القاطع الشمالي. طيب إلى أي مدى يمكن أن يؤثر موضوع إقامة جبهة داخل من المدنيين في المناطق التي استطاع عليها داعش بتكون قوة شعبية ضدهم؟ بالفعل يعني قبل نحو شهرين من الآن حدث حالة تمرد في مناطق بأطراف فلوجة وداخل فلوجة، حينما تصدى الشجعان من عشائر الجريصات اللي هما بطن البطون المحامدة وكذلك الحلابسة والبعيسة، أيضا تصدوا إلى في عملية شجاعة جدا إلى داعش هناك، لكن لأنهم قلة لا يستطيعون الاستمرارية. وكذلك في الساحل الأيسر حينما تصدى أحرار ضباط الأحرار في الموصل في الجانب الأيسر إلى شرطة الدولة الإسلامية داعش وأيضا أردوا 3 منهم، وكذلك أيضا حينما قاموا أيضا في مناطق من جنوب شرق الموصل هي الأخرى حينما أنبرت وانتخت عشائر من السبعاوية واللهيب أيضا، وقاموا أيضا بالتمهيد لدخول قواتنا في مناطق ما بعد مخمور باتجاه جسر القيارة. هذا يدلل على أن هناك ثورات تلوح بالإفق من بطن ومن أهل تلك المناطق التي اغتصبها داعش. طيب هل يمكن أن تساعد هذه الثورات برأيك في العمليات أو في العمليات العسكرية التي تشن ضد التنظيم؟ يعني أعتقد أنه قواتنا الأمنية والأجهزة الاستخباراتية تتواصل مليا وجيدا ولديها المعلومات ولديها الأبديت ولديها يعني المواكبة لأي حركة، لذلك أعتقد أنه لا يمكن تناول الشيء قبل إنضاجه. فأعتقد أنه هذه الحركات تقوم بين الفينة والأخرى بعمليات نوعية، لكن هناك تعتيم إعلامي لداعش عليها. يعني مثلا خذي في الموصل في منطقة الشورى هناك عملية تمرد وهناك عملية معارضة كبيرة جدا قامت بها أهالي تلك المنطقة ويحسب لهم، لكن قلت لك لما، لأنه داعش يسيطر على تلك المنطقة، سيسيطر على الاتصالات ويسيطر على حتى الاتصالات يكاد يكون يعدمها غير موجودة، ويسيطر على مفاصل الإذاعة والتلفزيون، لذلك الخبر ينتقل بصورة بطيئة وبصورة غير ضبابية وبصورة مشوشة، مما يؤدي إلى تعتيم مثل هكذا أخبار قد تكوني أنت نوهتي عنها. طيب بالنسبة للعمليات المقبلة إلى أي مدى يمكن أن يحسب، هل يمكن أن تحدد بسقف زمني وعلى انطلاق العمليات في هيت منذ أيام وبالباقي بالتوالي على المناطق الأخرى التي وقعت تحت السيطرة داعش، أم أن يكون هناك حرص من القوات الأمنية إلى عدم وضع سقف زمني؟ يعني أعتقد أنه وضع السقوف الزمنية والجداول الوقتية إلى مثل هكذا عمليات تطهير وتحرير وإعادة وكار وفار وبدء هجوم وساعات صفر وساعات توقيت لا يمكن وضعها، أولا للحفاظ على سرية المعلومة، ثم أن الحرب عبارة عن صفحات، كلما انتهى الصفحة بدأت صفحة جديدة. أعتقد أن الأمور تسير بأسرع من السلاسة، يعني أنا كنت أظن أنه هي لا تطهر في هذا الشهر، يعني قد تكون في منتصف الشهر القادم، كنت في مخيلتي هكذا أرسم، إلا أنه قدرة الأجهزة الاستخباراتية استوعبت الموضوع، وحينما دخلت ببعض من أفرادها ومنتسبيها ومصادرها وعيونها أدركت أنه التوقيت الملائم للهجوم هو فجر هذا اليوم عند الضياء الأول من الساعة الأولى من الفجر، وبالفعل قد تم. طيب بالنسبة لداعش دائما هناك يستخدم موضوع الألغام، زرع الألغام، العبوات الناسفة، هل قلت نسبتها عن ما كان في المناطق التي حررت من قبل القوات الأمنية، وما سبب قلتها؟ هل هو جاء بناء على أن هذه الحيلة لم تكن أو هذه الاستهداف لم يجدي نفعا بالنسبة للقوات الأمنية؟ يعني أولا الجهد الاستخباراتي والجهد جهاز المخابرات الوطني، يعني مثلا مديرية الاستخبارات العسكرية قبل نحو أسبوع من الآن استطاعت على الاستيلاء على أكبر قدس في تاريخ العراق ما بعد 2003. هذا القدس استخدموا فيه من المثير يعني من اللافت للنظر أنهم لأول مرة يستخدمون عبوات عملاقة وكبيرة وبصورة اتبعوا فيها التفضيل والمخادعة. عبوة تنيف على 80 سنتيمتر أو متر، هي عبارة عن مطب اصطناعي يشبه إلى حد كبير المطب الاصطناعي الذي يوضع في الشوارع، فينصب بطريقة يعني هي السيارة تأتي إليه، يعني لا تثير الشك والجلبة بالنسبة إلى المواطن المدني وبالنسبة حتى للعسكريين، بالنسبة للهامفي، بالنسبة إلى
الهمر بالنسبة لنا حتى المدرعة بالنسبة إلى حتى الدبابة، هذا طبعا هذا المطب الصناعي هذا لديه القدرة على فلق دبابة إلى فلقتين. مديرية الاستخبارات العسكرية طبعا أنا لدي الصور، أنا تمنيت أن أعطيكم جزء منها تعرضوها نعم. على المشاهدين. هذه أكثر من يعني مستودع كبير جدا، يعني ينيف على أكثر من 30 متر إذا ما نصفت في الأرض واحدة تلو الأخرى. هذه أبوات الاستخبارات العسكرية استطاعت أن تكبح جماحها وتحبط عملية نصبها وتمريرها وتفخيخها. هذه وجدتها أيضا في الأنبار. طيب. هذه لولا المعلومات الاستخباراتية ولولا التواصل مباغتة يعني مديرية يعني جهاز المخابرات الوطني رصد حركة مرور صواريخ ستريلا. طبعا صواريخ ستريلا لديها القدرة على إسقاط أي طائرة باستثناء F-16. هذه لو لا سامح الله مررت واستخدمت لكان حدثت لدينا كوارث كبيرة جدا، لكن معلومات كبيرة جدا المواطن قد لا يستشعر بها، أولا لسريتها، ثانيا لأنها غير مسموح فيها التداول إعلاميا، ثالثا لأنها أصلا تدور في فضاء مغلق، رابعا لأن المواطن ليس في تماس، يعني أنت تخرجين من دارك قد تتبضعين قد تتسوقين قد تتفسحين، لكن ليس من المعقول أنه أنت تحتكين بقضايا التفجير وإرهاب، لذلك لا تلتفتي إليها. كون إحنا الواجب من يمنع أن نبرز ما للمواطن وأن نبرز ما لهذه الأجهزة الاستخباراتية من دور فاعل أدى إلى اكتشاف وإحباط تمرير مثل هكذا. أستاذ فاضل أبو رغيف الخبير الأمني كنت ضيفا عزيزا معنا في الساعة الأخيرة، شكرا جزيلا لحضورك. ولا ننسى معنا الضيف في المحور الأول دكتور فاضل غراوي عضو مفوضية حقوق الإنسان. أحبتي المشاهدين ساعتنا الأخيرة انتهت، على أمل اللقاء بكم في ساعة أخرى نحلل أبرز الأحداث السياسية والأمنية في العراق. دمتم في رعاية الله.